السلام عليكم ورحمة الله، في حلقة جديدة من اسأل وجرب. عبد الحق، قبل عدة أسابيع تقريبا خبرتكم أني راح أكون غايب عنكم لوعكة صحية. شكرا من القلب لمشاعركم الطيبة، وشكرا لكل من دعالي، وشكرا للي قال أنه مظلومة دعت علي باللي بعمله فيها. عموما نهاية الحلقة أخبركم إيش صار معايا وليش لازم ما تستخدم الجوال وإنت بتسوق. بعد حلقة كل شيء عن بطارية السيارة اللي نزلتها من فترة، وصلتني كمية أسئلة عن كيف تعمل اشتراك أو تشحن بطارية سيارة من سيارة تانية بطريقة سليمة، والأهم من ذلك إيش يصير لو عملت اشتراك وعكست أسلاك البطارية بالغلط، أو غيرت البطارية وعكست الأقطاب. هل ممكن تحرق الكمبيوتر؟ هل ممكن تتحرق الضفيرة؟ ولا إيش اللي ممكن يصير بالضبط؟ كالعادة عرضت الأمر على مظلومة وقالت لي فوقه إيش يعني ننكوي لأجل العلم. خليكم معنا، خلينا نبدأ بالطريقة الصح لعمل اشتراك بين سيارتين. بس قبل ما أبدأ لازم أذكر أنه التعامل مع البطاريات السائلة في مخاطر كبيرة ما بين أسيد وغازات هيدروجينية، لذلك أنصح أنه يكون التعامل معها في مكان مفتوح وجيد التهوية. قرب السيارتين لبعض قدر الإمكان وتأكد من قرب البطاريات لبعضها البعض عشان الأسلاك توصل بسهولة، وقبل ما تبدأ تأكد من حالة أسلاك الاشتراك وأنها قوية ومتماسكة بشكل جيد. اتأكد كمان من حالة أسلاك البطارية وتماسكها وأنها هي ما هي مرخية، وإذا كانت وسخة أو مملحة نظفها بموية حارة، هذا هو اللي حيزيل التأكسد منها. ابدأ توصيل الاشتراك بالبطارية الجيدة وانتهي بالبطارية الفارغة، فهو الأسلم. وصل سلك أولا، السالب مع السالب وعادة يكون أسود، والموجب مع الموجب وعادة يكون أحمر، لكن بغض النظر عن اللون اتأكد أنه السالب رايح للسالب والموجب مع الموجب. لما توصل الأقطاب ممكن يطلع شرارة بسيطة لما تلامس الأسلاك، هذا عادي وطبيعي لا تخاف. وانتبه وانت تشتغل ما يسقط من يدك شيء معدني، مفتاح أو مفك يوصل بين الأقطاب، لأنك لو حطيت سلك بين قطبين مباشرة السلك راح يسخن ويسيح ويتحرق. كل ما زاد قطر السلك وزاد سمكه كل ما زاد الضرر. شغل المحرك وطفي كل الإكسسوارات في السيارتين زي المكيف والأنوار والمسجل وغيره، عشان كل الكهرباء اللي بتتولد في الدينامو تروح للبطارية. ارفع دورات المحرك للسيارة الجيدة لحوالي 1500 إلى 2000 RPM بالكثير، واستنى لمدة دقيقة. سمي الرحمن وشغل. طب ايش يصير لو حطيت الأسلاك بالعكس؟ لو بالغلط شحنت السيارة وحطيت الأقطاب معكوسة، أو إنك غيرت البطارية ببطارية معكوسة القطبية أو ما يسمى بـ reverse polarity. طبعا هذا الامر مو غريب انه يصير، فزي ما بعضكم يعرف انه البطاريات مقاسات، مثلا بطارية مقاس 65 ممكن تلاقي منها بطارية 65R. الR تعني reverse او اقطاب معكوسة، فلو ركبت هذه البطارية بالغلط يصير السلك السالب عند الموجب والموجب عند السالب، ومن هنا يجي الخطأ. لذلك اتذكر دائما انه السالب اسود وعلامته هي الناقص، وموصل دائما بالأرضي عشان كده نسميه أرضي أو جراوند، والموجب أحمر وعلامته الزائد ويكون محمي عشان ما يلامس الأرضي. خلينا نشوف إيش يصير لو عكسنا الأقطاب وركبنا البطارية بالعكس. ليش الغلط؟ مو قلنا ما في سبسبة؟ بعدها رجعنا الأسلاك بالشكل الطبيعي وحاولنا نشغل بدون أي فائدة. شغل حاتك. ما في بطلت تشتغل. وبعد ما كشفنا وجدنا انه الفيوز الرئيسي انحرق، فكه في هذه الكامري تحديدا كان شوية مزعج واخذ حوالي نصف ساعة. اغلب السيارات لو حصلوا عكست الاقطاب راح يضرب الفيوز الاساسي اللي هو من 80 الى 100 امبير، يضرب هذا الفيوز قبل ما يحرق اي شيء من كمبيوترات او انظمة مهمة. خلينا اشبهه بقاطع الكهرباء الاساسي للبيت، لكن بعض انواع السيارات فيها قطعة كهربائية او موديليتر تسخن وتفصل، لو تركتها فترة زمنية تبرد وترجع تغلق الدائرة وتشتغل. مظلومة المسكينة لما انعكسنا الاسلاك صرخت من كل قلبها وولعت الانوار كمان كتنبيه انه يا افندي ارحمني ترى اللي بتعمله غلط. بعد تغيير الفيوز شغلنا السيارة ورجع كل شيء فل الفل، كل الانظمة سواء الايرباج الاي بي اس او المكيف او اي الاكسسوارات كلها اشتغلت تمام، الا النور الزنون الامامي اليمين انحرق وبطل يشتغل. وللحق الزنون كان راكب عليها توليف مو من اصل السيارة، انا اشتريتها كده غيرنا ورجع اشتغل. امر اخير مهم حابب انبه له،
إياك تشحن بطارية سيارة من بطارية شاحنة. الشاحنات تشتغل على 24 فولت مو زي السيارات على 12 فولت. وإياك تركب شاحن بطارية وتقول خلينا أحطه على 24 فولت عشان يسرع عملية الشحن. لو عملت هذا الأمر غالباً لح تحرق أكثر من كمبيوتر في السيارة. انتهت الحلقة. غيابي عنكم الفترة الماضية كان سبب الجوال، وأنا أعترف أمام الجميع أني غلطت لأني كنت بسوق وماسك الجوال، جالس أتفلسف وأصور وصار لي حادث. لحظة مو ماسك الجوال وبسوق سيارة معاذ الله. لما يصير الجو عندنا معقول وتنزل درجة الحرارة من 50 مليون، أحب أطلع بالدراجة لمنطقة جبلية قريبة من بيتي. ذاك اليوم وصلت للقمة مستمتع، وأنا ونازل عملت فيها طرزان وغرقت بشبر موية وطحت. انكسرت يدي اليسار عدة كسور وانشعرت اليمين وتمزقت الأربطة فيها. الدكاترة قالوا لازم عملية وتركب أسياخ، قلنا أمرا لله. يمكن لو صلحت عندي بالورشة وركبت أسياخ لحام كان المنظر أحسن من ده. صار اللبس مشكلة وتسريح الشعر مشكلة ومجرد استخدام فرشة الأسنان مشكلة، لكن مؤكد أنه رحمة من عند رب العالمين، وعشان يعرف الواحد أنه مو كل شيء دائم وبغمضة عين من منتهى الصحة إلى منتهى الإعاقة. لا تنسى تسوي شيء طيب وفكر معي، إذا جوال ودراجة اجتمعوا فقعوني وكسروني وعملوا كذا، أجل جوال وسيارة لو اجتمعوا إيش ممكن يصير؟ طح. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي يحميكم.